حلو يا محمود، ايه رايك بقى فيها؟ يلا يا حبيبي على بركه الله. استني بس يا امي، بصراحه الشقه حلوه وكل حاجه. تجنن يا محمود، ناخدها والنبي عشان خاطري. او النبي يا ابي، انا ما عنديش مانع، بس بيع البيت لا، بيع بيت ابويا مستحيل. غابة من الاسمنت دي، ناطحة السحاب يا ابي. يا حبيبتي بينطحوا ليه؟ ما يروحوا يعمروا الصحراء احسن. من يوم ما مات اتقطعنا عن الدنيا، لا بقى حد بيسأل فينا ولا احنا بنسأل على حد. الله يرحمه كان مالي علي حياتي، وكان حايش عننا اولاد الحرام. دلوقتي اللي يسعى واللي ما يسعىش بيتحكم فينا. ما تقوليش كده يا نينا، احنا طول عمرنا هنفضل جنبك. وبعدين يا ستي البنات زي الامارات مالين عليك البيت، وبكره عيالهم يبوكي. بنات والنبي تسكتي يا راوية، دول يكفروا بلد. واحدة طالعة فيها ومحدش قادر يكلمها، والتانية معلقة لي صور الواد المغني اللي معرفش اسمه ايه. بكرة تتجوز ويصفصف عليا البيت انا وفاتن. والله فاتن دي بنت عظيمة وقلبها زي الفل. الا قولي لي بقى، انت سميتوها فاتن على اسم مين؟ اصل المرحوم كان غاوي سينما، الله يرحمه ويحسن اليه، كان راجل عظيم. معرفش البنات طلعوا خايبين ليه، ما طلعوش زيه. كان حاطط كل امله في فاتن دي، معرفش ايه اللي خيب املها. لا والله، دي تلاقيها متضايقه بس عشان ما تعينتش بشهادتها. ليه بقى؟ دول عينوها في الاذاعه حته واحده. يعني انا دول عينوها في اداره الشاطئ؟ اوعي تسيبيني، ده انت لو سيبت لهم بيتمرعوا، ده انا ظبطت له الشبشب ابو ورده على الساعه 10. حياتك يا مدام تنزيلي على طلب الاجازه ده. روحي الاول كلمي بابو سليم، هو ادم هنا، هو ادم هنا. استاذ عبد السميع، استاذ عبد السميع لو سمحت تنزيلي على طلب الاجازه. ايه يا ستي، مش الناس تقولي الاول صباح الخير؟ صباح الخير. وان شاء الله الاجازه دي عرضي ولا مرضي ولا اعتيادي؟ لا دي اجازه بدون مرتب. وان شاء الله كده هتغيبي عننا قد ايه؟ سنتين بس. يا عيني، انا مقدمه في الجامعه لرساله ماجستير. يا ريت يا حبيبتي، كان من عينيا. دواعي العمل لا تسمح بذلك. ليه بقى؟ ده احنا 40 موظف وموظفه قاعدين طول النهار لا شغل ولا مشغل. اولا انا اللي حدد دواعي العمل، ثانيا انت لسه تعيين جديد وما كملتيش سنه، والمده القانونيه بتاعتك فاضل لها كام شهر. بس ده من حقي. ثالثا لازم تبلغي شؤون العاملين والشؤون الاداريه وتاخدي موافقه الشؤون الماليه عشان يرفعوا اسمك من كشوف المرتبات. وقبل ده كله لازم تاخدي موافقه رئيسك المباشر اللي هو انا. وانا يا نور عينيا واسم الشاب ما نقدرش نستغنى دقيقه واحده عن خدماتك. وهو دواعي العمل ومصلحه الاداره لا تسمح اطلاقا باعطاء اجازه للانسه فاتن عبد ربه، نظرا للنقص الشديد في الكوادر المتخصصه في مجالها ولشده الحاجه في مساهمتها في خدمه الشعب والوطن. عبد السميع عبد الباص. اتفضل. مش مزاج احد يحس بكيميا النهارده.
الاستاذ رجاء يقدر يفهم المشاكل. عيب يا بنات، امال هنبقى دكاتره ازاي؟ دكاتره تلاقي الموضوع ده هيجوز واحد صار انفتاح وهتبقى له عم استهان. انت بكره نشوفك قاعده قدام التشتر بجوزك الترشادي. نادي بتيجي مهندسكم الخميس؟ مش عارفه لسه ما سالتش ماما ولا ابي محمود. لا لا مش هقوله حاجه، اصل ماما قلقانه عليا قوي، ما بتحبش حكايه الديسكو ده. ما مش معقول واحد تقعد محبوس في البيت طول النهار يعني. سمعت البوم مايكل جاكسون الجديد ده مكسر الدنيا. ياه مكسر الدنيا؟ يوه ده مفيش حد عرفه لو عنده شريط الفيديو بتاعه. خد جاب فيديو عامل كويت؟ ليه جاب مروحه من المساعه وكاسيت وخلاط وبطانيه عليها نام. لا يا شيخ، ابي محمود مش بتاع الحاجات دي. هو حوش كل فلوسه عشان يشتري شقه، اشترى كتب كتيره قوي. كتب؟ ياه مبيع ايه؟ اخوك عارف موضوع عاطف؟ لسه، بس عاطف بيقول هيروح يقابل الاسبوع ده. يعني تتجوزي قريب وتسيبينا؟ مش لما يجي ويوافقوا. والطنط موافقه؟ اذا كان على طنط عايزه تجوزني النهارده قبل بكره. بتقولي البنات الصغيرين شؤم في البيت. بقى ده اسمه كلام يا عم امين؟ في حد يمضى على حاجه ما يعرفهاش؟ طب خد نقطه من العقل. بقى لهم 20 يوم على ده الحال، تقلبي المحطات تلاقي نفس الممثلين بيقولوا نفس الكلام لبعض. ما بقتش عارف مين بيحب مين ومين هيطلق مين. اي حاجه بتسلينا، خلينا ننسى الهم اللي احنا عايشين فيه. هم ايه اللي بينسهن؟ دول بيزودونا هموم على همومنا. التلفزيون ده المفروض يقوم بدوره الاعلامي الحقيقي، يعني يطور الناس، يثقفهم، ينمي وعيهم، مش يخدرهم ويجيب لهم تخلف عقلي. ده بقى جهاز له صندوق تخدير. ما تطفوه بقى تهدي. فاتن معاها حق، هي صحيح مزوداها حبتين، بس فعلا المسلسلات بقت عامله زي المخدرات. والافلام العربي هي هي حفظناها صم، والافلام الاجنبي الرقابه مهلهلاها. لا والانكت بقوا بيخلصوا بدري عشان ننام زي الكتاكيت، عشان الناس تقوم الصبح نايمه كويس وكلها نشاط. الله، طب واللي اتخرجوا هيعمل؟ يبوظوا حملات انظر حولك. طول النهار برامج تعليميه. طب اللي زي انا اعمل ايه؟ ودي وسيله الترفيه الوحيده اللي احنا نقدر عليها. طبعا اذا كانت تذكره المسرح بقت ب 20، 20 ايه؟ بقت ب 30 جنيه يعني نص مرتبي، ولو دماغي بقى هفتني على اكله في مطعم يبقى ضاع المرتب كله. انت عارفه انا اخر مره دخلت فيها السينما ما سمعتش ولا كلمه من الاباحه وكلام الفارغ اللي بيتقال في الصاله. ناهيكي بقى عن البهدله في المواصلات والسوق السوداء. لا ودخلت الفيلم لقيت ايه؟ حشيش وغوازي. فعلا ما بقاش فاضل غير التلفزيون اللي زينا. خروجه واحده تنسي في المرتب. ايوه خدوا بالكم من حكايه نسف المرتب دي. حضرتك الاستاذ محمود عبد الرب مش كده؟ ايوه يا فندم. خير؟ الحقيني يا راويه، البوليس جه فين فاتن؟ اتفضل. انا الملازم اول عاطف عبد الحميد من اسم مصر الأدب. اتفضل. خير؟ ما تخافش كده، انا جاي لحضرتك في موضوع شخصي. شخصي؟ الحقيقه انا مش عارف ابتدي ازاي. ما تقول يا ابني وقعت قلبنا. انا جاي لحضرتك بخصوص اخت حضرتك الانسه ناديه. في ايه؟ انا استاذ محمود يشرفني جدا اني اطلب ايد الانسه ناديه من حضرتك. يا ساتر. طيب مش كنت تقول حضرتك كده من الاول؟ اتفضل اقعد. انا اسف جدا ان انا قلقتكم يعني. وقعت قلبي يا ابني، قوتك ايه؟ مظبوط لو سمحت. وحضرتك شفت نادية فين قبل كده؟ لا أنا الحقيقة يعني كنت بشوفها أحيانا وهي راجعة من المدرسة. لكن حضرتك عرفت إزاي إنها أختي؟ آه صحيح، ده أنت بوليس والمفروض إنكم عارفين كل حاجة. طب هي عندها فكرة إن حضرتك جاي؟ بتهيألي يا فندم. طب عندي إذنك لحظة بس. نادية، في واحد ملازم أول بره جاي يخطبك، بيقول إني أعرفك، صحيح الكلام ده؟ ما تتكلمي،
قولي له ايوه صحيح وبتقابليه كمان تلميذة النجيبة. استني انت يا فاتن. نادية، صحيح الكلام ده؟ انت عودتنا ان احنا ما نكذبش عليك ابدا يا ابي. بصراحة ده اخو واحدة زميلتي في مدرسة، وساعات بشوفه هو بيوصلها او لما بيجي ياخدها. بس ما خرجتوش مع بعض؟ لا ابدا. وده معقولة يا ابي من غير اذنك؟ طب بص في عيني كده. طب انت مش شايفة انك لسه صغيرة على الكلام ده؟ اللي تشوفه يا ابي. بدري بدري. ايه يا راوية؟ دي نادية دي بنتي وانا عارفاها. دي فالحة غير في الديسكو والنوادي والخيبة اللي طالعين لي فيها بنات اليومين دول. اهلا وسهلا يا استاذ عاطف عبد الحميد. اهلا اهلا بيك. بس يعني حضرتك مش شايف انه لسه بدري؟ قصدي يعني انه كنا نستنى شويه على ما ناديه يعني تكمل تعليمها. طبعا يا فندم انا ما عنديش اي مانع. يعني انا بقول ان احنا نعلن الخطوبه دلوقتي ونستنى لما تخلص جامعه. طب مش كان من الواجب يا ابني والدتك تيجي معاك عشان نتفاهم؟ الحقيقه يا فندم انا والدي ووالدتي متوفين. البركه فيك يا ابني. وحضرتك ساكن فين؟ ابويا سايب لنا بيت ملك، يعني ان شاء الله مش هيبقى فيه مشكله سكن ولا حاجه. بصراحه انا الولد عجبني. ليه بقى؟ يعني كان ممكن ما يجيش ويفضلوا يتقابلوا من ورانا. من ورانا؟ يتقابلوا من ورانا ده ايه؟ والنبي كنت قطعت خبرها. محمود يقصد ان هو يعني غرضه شريف عمل الاصول وجه يخطبها رسمي عشان ما نشوف اصله من فصله. عموما مفيش داعي للتسرع، لسه قدامنا وقت كتير. أو النبي بلاش حكايه الصربعه دي.